بدرت هذه المسابقة واشتغلت عليها من الصفر، خلينا نقول من الألف حتى الياء. أخذت وقت تقريبا فترة شهرين من استقبال مشاركات واختيار لجنة تحكيم ومداولات مع لجنة التحكيم ونقاشات، وفي الختام سوينا حفل ختامي أكرمنا فيه جميع المتسابقين والمشاركين في المسابقة. بالنسبة لنا الكل فائز والكل جدا كتابات متميزة، يعني كل المشاركين كانت كتاباتهم جدا إبداعية، وان هذا يدل أن في عندنا مواهب خام، في عندنا مواهب، في عندنا أقلام واعدة، أقلام مستقبلية، واحنا من واجبنا احنا نعتني في اللغة العربية وان ما نخلي هذه الطاقات تضيع هدر وانها تكون في ضياع وشتات. احنا سوينا هذه المسابقة ان احنا نسوي زي كمان زي يعني بقول عنا بحث عن المواهب ونكشف قديش في مواهب عندنا، وهذه المسابقة بينت لي قديش ان مسحت لي سوت لي مسح ارضي عن المسابقات عن المواهب الموجودة عندنا. وكان الحفل جدا رائع، وكان في الحفل أعضاء الصالون الأدبي شاركونا وتحفونا بإبداعاتهم، الأستاذ سليمان السرور، الأستاذ صالح الزيادنة، طالب الفراونة، وبحيي مركز الشباب على دعم هذه المبادرة ورئيس المجلس الأستاذ حابس العطاوي. مسابقة عكاظ حورة أتت لطرح وتوفير منصة ولتشجيع المواهب المحلية في المجتمع. هدف المسابقة توفير بيئة مناسبة من باب التشجيع والاهتمام، لذلك أشكر جميع المشاركين، لجنة التحكيم من الصالون الأدبي وجميع الضيوف الذين شاركونا في هذا الاحتفال البارع والمهم. نعم، أولا هذه الفعالية يعني فعالية مباركة، ونحن عادة نعتاد الذهاب إلى الأسواق للشراء والتمتع، نرى الكثير من الناس في هذه الأيام بالذات يستعدون لرمضانيات، ولكن نحن نستعد من خلالها الشعر والإيقاع الجميل والطيب، وفي هذه الفعالية تشجيع شامل لجميع الأقلام الواعدة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها لتعيد للغة العربية موقعها ومكانتها في وسطنا إن شاء الله رب العالمين. الصراحة ما كنت مخطط أن أشارك في هذه المسابقة لولا اللحظة الأخيرة. أنا بكتب من 2020 تقريبا بكتب، بس كنت أكتب مقتطفات. لما أستاذنا أستاذ مصطفى دكتور مصطفى خطيب أعلن عن المسابقة هذه حبيت أني أشارك وسلمت كتابتي لآخر لحظة. كنت متفائلة بس الحمد لله شهد الدكتور السماح بعتز فيها، وبتمنى إن شاء الله إن أطور من نفسي أكثر. عندما أعلننا عنها لم نتوقع هذا الإقبال، هذا دليل أن هذه الصحراء تحمل في طياتها مواهب عديدة جدا لابد من الكشف عنها، ويعني هذه المشاركات أثلجت صدورنا عندما رأينا هذا المستوى الذي لم نكن نتوقعه، فهذا دليل على أن هذه المواهب مبثوثة في ثنايا نقابنا الحبيب، لكن لابد من الكشف عنها وتحفيزها من أجل أن تجود قرائح هؤلاء المشاركين بأجمل ما عندهم وعندهم الكثير. هذه السنة تميزت عن السنة السابقة بأن جودة الكتابة كانت أفضل، لأن التنوع كان أكثر، لذلك احنا شعرنا بصراحة بالسرور والحبور لهذه الجودة. ثم بعد ذلك اضيف اقول ان مثل هكذا اعمال لابد ان ترقى اكثر فاكثر، لابد ان يكون هناك اعمال داعمة ونكون نحن واللغة العربية على مستوى عال بإذن الله. شاركت في قصيدة بعنوان حنين وقد حست المرتبة الثانية على البحر الطويل، كانت مشاركة رائعة، وأشكر الطاقمين والعاملين على هذا. والله بالنسبة للمسابقات وهذه الفعاليات والنشاطات الأدبية شيء يعني ترفع له القبعة بما فيها من دعم للكثير من المواهب النابغة في مجتمعنا، ولذلك نحن نشد على أيدي جميع المسؤولين الذين يهتمون بهذه النشاطات وهذه الفعاليات لدعم اللغة العربية والمواهب الصغيرة والناشئة والأقلام الواعدة، ولذلك يعني كل الاحترام لتنظيم هذه اللقاءات والفعاليات.
مسابقة عكاظ حورة هي الأولى في قرية حورة، وهي الأولى تقريبا في النقب عامة. تحتوي وتدعم وتحتضن المواهب الأدبية من جميع أطياف النقب، ليس من قرية حورة فقط، وهذا الجميل فيها. اسم عكاظ يعني هو اسم أردنا أن يكون مميزا، يحمل الكثير من المعاني ويكون شامل، على اعتبار أن عكاظ كانت في الجاهلية أو قديما في التاريخ العربي القديم كانت سوق يجتمع فيه جميع شعراء العرب من جميع القبائل المختلفة. المسابقة اليوم كان لي شرف أن أكون أحد أعضاء التحكيم في اللجنة، في لجنة التحكيم التي شاركت في تقييم المسابقات والمشاركات الموجودة التي تقدم بها المتسابقون.